السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في نهاية حكم عبد الكريم قاسم. السيد أمير الحلو يروي لنا تفاصيل مهمة ويتوقف عند محطات أهم في تاريخ العراق السياسي. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. شكرا. بثمانية شباط 63 أنت قارنت بين موقفين، موقف إطلاق صراع عبد السلام عارف من قبل عبد الكريم قاسم، وموقف اللحظة التي حكم فيها عبد الكريم قاسم بالإعدام واستنجد بعبد السلام فلم يفعل له شيء. أنت بررت ذلك أو فسرت ذلك بأنه ليس صاحب القرار، لكن هل حاول فعلا إنقاذ عبد السلام؟ لا أعتقد عبد السلام نوع الحقود. حقود؟ نعم، يعني تركيبته الشخصية طبعا طموح بالحكم، يعني أيهما أكثر نبلا في هذه الحالة؟ ذاك راح طلع من بيته، نعم، من السجن وداه لبيته، نعم، وهو راد يغتاله، وهذا حكم بالإعدام وقال له أبو أحمد سبق وأن طلعتك أنا، بس ما سوى ليش؟ أكيد موقف عبد الكريم قاسم يختلف كليا عن موقف عبد السلام، بس مثل ما تفضلت حضرتك وأنا قلت قرار عبد الكريم قاسم هو قرار فردي، يعني هو يستطيع أن يحكم ويستطيع أن يلغي الحكم. عبد السلام محاول، نعم، حتى محاول ما يستطيع، يعني أمام، ما أريد أجيب أسماء أعضاء مجلس قيادة الثورة اللي كانوا موجودين أكثرهم داخلين سجون، وهذا الأخو مقتول، وهذا بحكم معرفتك بعبد السلام لو كان يقدر يعفو؟ لا ما يعفو، نعم، خلاص نتيجة واحدة. نعم نعم، نتيجة لا عبد السلام من نوع الحقود لا يمكن أن ينسى، يعني أنه سواء بالنسبة لدورة بالثورة وتهميشة بعدين شنو أو شنو دوركم أنتم كحركة بثمانية شباط؟ آه. طبعا أنا نادم على ما سأقوله، يعني لأنه قد أكون كوني عضو قيادة حركة القومي العرب أندم لأنه شاركنا بالأمة. لما نفذوا العملية كان أمامنا اتجاهين، الجهة الأول أن نكون يعني ما أقول على الحياد وإنما لا نشارك، يعني والاتجاه الآخر هو المشاركة بهذا الموضوع. فصار عندنا اجتماع على الصعيد المدني رئاسة نايف حواتم أنه ما هو السبيل اللي ممكن نتخذه. تعدكم فكرة عن ساحة الصفر؟ لا ما نعرف عندهم محاولة، لكن ما نعرف في أي يوم، يعني فتحوكم؟ لا كنا نعرف بس ما فتحونا. منين تعرفون؟ التشابك اللي ذكرت لك اياه، من يعني ما نعرف الموعد بالضبط، بس عرفون اكو، حتى عبد الكريم قاسم كان يعرف، يعني يعرف انه يعرف اكو محاوله، محاوله انقلابيه بس ما يعرف ملامحها، يعني اعتقل عماش وكلهم معتقلين، ترى بقى بس البكر وحازم جواد وكم واحد يعني من العسكريين، بقى بس البكر وخالد مكي هاشم وكم واحد بقي كلهم اعتقلهم، يعني كان عنده هاجس لهذا الموضوع. فباجتماعنا وبتحليلنا لشخصية عبد الكريم قاسم أنه فيما لو فشلت هذه سيعاقب الجميع ولا يعاقب الباعثين فقط، يعني سيعاقب التيار بأكمله وقد ينتقم يعني من الجميع بشكل كنا نتصور أنه كبير، يعني انتقامه من الجميع. والموقف الصحيح هو أن نقف يعني مع الذين قاموا بهذا العمل بدون المطالبة بمشاركة أو شيء من هذا النوع، باعتبار عمل قومي حسب تعبيراتنا. فصدرت أوامر يعني من المكتب، كان مسؤول المكتب العسكري سلام أحمد، إلى جماعتنا، خصوصا عندنا يعني احنا بنقول عندنا يعني الضابط الأعلى موجود في الحبانية لواءين، قائدهم أخو عبد الستار الحسين الوزير وشخص آخر، أعطوا يعني تعليمات أنه يتقدمون نحو بغداد لإسناد هذا العمل موجود. علاوة على أنه العسكريين التابعين لحركة القوم العرب أو أصدقاء حركة القوم العرب التحقوا بالمبنى الإذاعة وجرى توزيعهم الصغار على وحدات عسكرية، لأن تعرف أربع دبابات فقط أو خمس دبابات طلعت يعني باتجاه وزارة الدفاع موجودة، فكان هناك حاجة إلى دعم سواء بالمعدات أو بالأشخاص.
استعين بعارف عبد الرزاق بعد قيام منذر الونداوي والسعدون وزيد اسمه وشخص آخر ثالث، كانوا بحاجة إلى كتلة أكبر من الطيران، فعارف عبد الرزاق ساهم بها. حتى معروف أن عبد الكريم قاسم خابره ورد عليه بكلمة نابية يعني موجود. من التشكيلات اللي صارت أستطيع أن أجيب على دور القومين بثمانية أشواط، عين عبد الكريم فرحان آمر موقع بغداد، وعين عبد الهادي الراوي بعد النجاح هي يعني بعد نجاح الانقلاب. نعم، وعبد الهادي الراوي اللي كان عضو محكمة الثوروي المهداوي قومي هذا الجماعة، عين آمر معسكر الرشيد، وعناصر كثيرة يعني محمد صبحي عبد الحميد مدير حركات عسكرية، محمد مجيد يعني ذول كانوا على علم بالثورة لو يعني كونهم قوميين يعني ما شاروا أم لديهم حدث، لكن عندما حدثت كل منهم ارتدى ملابس عسكرية وذهب. حتى الرواية مع عبد الكريم قاسم من واحد ضربه سقطة الجدارة وشالها صبحي عبد الحميد وقال له سيدي رجع. هل صحيحة؟ اي طبعا انا راوي اياها صح. فتواجد الضباط القوميين يوم 8 يوم 9 بحيث استطيع ان اقول لك ان اللحظات الاخيرة والقاء القبض على عبد الكريم قاسم تمت من قبل الضباط القوميين محمد يوسف محمد مجيد هادي خماس، يعني لو عدد لك اسمائهم هم اللي طوقوا محكمة الشعب، العفو قاعة الشعب اللي باب اللي كان يقاتل بها عبد الكريم اللي قاسم. آخر شيء حول قاتل آخر شيء بقى بها موجودة. فكان دورهم فاعل، في لا أقول أنه كان ممكن تفشل لولا دورهم، لكن عمليا ساهموا. ورا فترة من الزمن كان عندنا اجتماع يعني قدموا للبعثيين يعني طبعا إيه عمل شاركوا بعدين كافئوهم بشكل سيء. هو هذا اللي يريد أوصل لك في يوم من الأيام يعني وين 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 يعني بعد الرؤية صحيح. فكان عندنا اجتماع بيت هاشم علي محسن القيادة، سلام أحمد مسؤول التنظيم العسكري قال يا جماعة عندي خبر تفضل. قال هناك ضغط علي من المكتب العسكري مال الحركة بأنه دي يصفونا مو تصفية جسدية، يعني طريقة عبد الكريم قاسم هي رفعت حج سري من النظام الملكي دزوا ضابط تجنيد ما أدري سوق الشيوخ أو شنو، فبدأوا ينقلوهم من مكان إلى آخر ويحيلون تقاعد ويطون مواضع ما أدري شنو. فإذا بقينا على هاي الطريقة ترى خلال شهر شهرين يصفونا كلنا نطلع، فلازم إحنا بعقلية ناضجة بالشكل اللي يحلل الأمور يعني ونتائجها بشكل سليم، يجب أن نقوم بعمل نسبقهم قبل ما يصفونه. فطرح الموضوع يعني للنقاش وحصلت الموافقة بأنه يبدأون بترتيب أمورهم للقيام بعملية انقلابية ضد البعثيين قبل ما البعثيين يصفوهم وجودي. وبدأوا بهذا عمليات التنظيم وكسب قوى أخرى، يعني بعضهم ما تابعين للحركة مثل العميد ركن عبد المنعم المصرف عقيد إبراهيم الشيخ، كثير من الأسماء محمود الراشدي سالم حميدة، يعني أسماء كثيرة تعاونت لكن هي ما منتبهة إلى الحركة. فانطونا تقرير بأنهم قادرين على جابر حسن حداد اللي وعدهم بالسبعين سبعين نعم ضابط دبابات يحتل الإذاعة، يعني وزعت الواجبات واختيرت العناصر اللي تقوم بعمليات من هذا النوع. أيضا في اجتماع آخر دعانا بسرعة سلام إلى اجتماع وقال ألقي القبض على رحيم العاني. رحيم العاني عضو مكتب عسكري عندنا ويعرف كل تفاصيل العملية من أول التاريخ. ورش قد من الثورة هاي؟ الشهر الخامس أيار نيسان أيار إيه شهر الخامس بداية يعني قبل 15 13
الشهر الخامس. خلينا من التفاصيل، يعني هاي دفعتكم الى ان تسوون خطه للانقلاب. نعم. في 28 ايار. نعم. المفروض تنفذ. 28 ايار؟ ايه المفروض تنفذ 28 ايار 1963. والله ما متاكد من اي 28 ايار اللي انت وراها اكتشفت وانت اختفيت انت ومجموعه في وكر. نعم. فمن قال رحيم اعتقل، ورحيم يعرف كل المعلومات، بدا العد العكسي عندنا انه القضيه 100% كشفت. استهداف. يعني لا يستطيع رحيم ان يصمد امام تحقيق يعني بالشكل المعروف معروف عنه. فبدينا خطه احتياطيه، عمليه الاختباء يعني، فاني وعبد الله النصراوي وعضو قياده وليد. كان عندكم خطه انتم؟ كان عندكم خطه للانقلاب؟ وضعتم خطه؟ اكيد لا، كامله. من يحتل الاذاعه، انا بالنسبه لي ايضا كان عندي دور بهذا الموضوع، كتنظيم مدني كنت مسؤول الكرخ انا ذاك يعني موجود، فعندنا خطه كامله متكامله. فرحيم تحدث، رحيم العانف كشف القصه، انطى كل التفاصيل. فهم سووا البعثيين صدروا امر قبض على كل القوميين، مو حركه القومين العربي، على كل القوميين، بحيث اتذكر انه كنت يعني معتقل في احد الاماكن بالحمام يعني، فما اعرف من اللي جنبي يعني، مشدوده عيوني وايدي اللي ورا. فدخل واحد وقال باستهزاء، ها استاذ عدنان الراوي صار لك كم سنه بذاعه القاهره تقول ساعود ويا بغداد وابن النبي مدري شنو، تاليها مذبوب بالتواليت. فعرفت عدنان الراوي ما له علاقه بينا كتنظيم يعني. فبعدين من تعرفنا بقص النهايه واماكن اخرى، سجل رقم واحد، العديد من عندهم ما لهم علاقه يعني، يعني مجرد عنده فكر قومي معروف. فيظهر الخطه كمان بعدين جمع الكل وصفي. انت في تلك اللحظه طلعت بالتلفزيون؟ نعم. ادليت باعترافات مجبر؟ لا. شنو كان الحديث؟ انت من تقعد امام اي محقق وتجد امامه، وين صار التحقيق؟ يعني بالتلفزيون وين صوروه؟ بالتلفزيون نفسه. نفسه؟ اي بس اكو اتفاق ايش تحكي؟ تحقيق، لا تحقيق قصر النهايه. لا من رحت للتلفزيون اكو اتفاق ايش بس احد اعضاء القياده موجود الان في بغداد، صاحبي صديقي يعني. قياده الحركه؟ لا لا، قياده حزب البعث، مجلس قياده الثوره مالته، يعرفني شخصيا. فاجى علي وانا بغرفه التحقيق، قال لي قوم وياي. قمت، فتح الباب مال احدى الغرف وجدت شبه جثه يعني، دماغ وما اعرف شنو، فباعت عليه سلام احمد معذب لحد. فساله قال له سلام من اعضاء القياده اللي وياك؟ هو طبعا ماخذيها من عند دقور، بس حتى هذا الشخص يردني تاكد. فمسكين سلام يعني طرفه، قال فلان 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 من ضمنهم امير الحلو موجود. فرجعني الى الغرفه، قال لي انت صار لك كم يوم هنا وتتعرف ايش دا يصير؟ الخطه باكملها امامنا الان، قيادتها وطريقه تنفيذها وشخوصها وكل المسائل التفصيليه فعلا موجوده عندهم يعني، يعني شفتها موجوده عندهم. كل المعلومات يعني بعد رحيم ايضا الاخرين يعني كلهم تحدثوا عن دورهم وعن العمل العسكري شيء، واحنا بشكل متاخر القي القبض علينا انا وسلام، وجدنا كل الاشياء موجوده عند المحقق او المحققين موجوده. فقال لي يعني اذا اتركك ايديهم راح تحكي نفس الكلام اللي موجود هذا، بس احنا نعاني. ليش تعاطف وياك صديقك؟ ولا زال موجود. تحفظ على اسمه؟ لما استاذنه بان اذكر اسمه يعني، وجوده بقصر النهايه وما معروف. هو موجود خارج السجن؟ لا الان اي لا موجود حر، اشوفه يعني التقي به. نجفي؟ نعم. من نجف؟ نعم. فكان موقفه لا اقول نبيل، بس فعلا يعني مثل المساومه، لو مثل الاخرين دول اللي شفتهم يعني، خصوصا سلام يعني، جابر حسن حداد كان التركيز عليه بشكل كبير جدا. او احنا نريد ناكد حقيقه واحده انه فعلا اكو مؤامره، لان يقولون ما
كذب يعني عملية تصفية يعني. اقتادوك للتلفزيون؟ نعم. ليش رحت للتلفزيون؟ هم قالوا يعني تروح بس تقول إيه صحيح عندنا مؤامرة يعني، مو لأنه البقية وإذاعات عبد الناصر وما شنو تقول عملية كاذبة يعني، ما ماكو مؤامرة، مجرد هي عملية تصفية إلى القوميين. فأخذني بالسيارة عبد الكريم الشيخ لي أتذكر، إحنا الإذاعة، وأجروا تسجيل، سألوني هاي الأسئلة اللي فعلا يعني كنتوا تخططون للتآمر على النظام. كانت متفق على أجوبة؟ لا ما لا, لا لا بس المهم أنت الهدف أن تطلع تقر وتعترف أن هناك مؤامرة، لأنه هذا إذاعات المصرية وجماعتنا بالكويت، عندنا جريدة بالكويت مع الدكتور أحمد الخطيب و نفر امباري وشو لا شتايم على البعثيين وكذا، هاي مؤامرة. هذا الاعتراف الاعتراف العلني يتقاطع مع مبادئ الحركة اللي صار. تجمدوك وراها ايه يعني حسب النظام جمدوني يعني بسلام يعني سلام صدر. ليش انت اعترفت بالتلفزيون سلام ايضا مو قضية التلفزيون، الاعتراف المبدئي امام المحقق يعني. ايش كان يقدر سلام يصمد امام المهم. فصدر قرار تجميد حسب يعني شو يسمون النظام الداخلي للحركه ضمن التشكيله بعد القياده القطريه، محكمه الحركه، محكمه ثلاثه كانوا هاني الهندي ومحسن ابراهيم الثالث على كل مثلت امام المحكمه في جو بالبيت والمحكمه صارت بيت ورا ما طلعت اي طبعا ورا انت ورا 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 ظهورك بالتلفزيون ايش قد طلعوك من طلعني عبد السلام يوم 18 تشرين 18 اي وجوك للبيت يوم 18 تشرين. خلينا نكمل بالجزء الثاني مشاهدينا الكرام، وقفه اولى ونتواصل مع ضيفنا الاستاذ انيق. مرحبا بكم. اذا اجوك المحكمه للبيت، محكمه الثوره، محكمه الحركه مكونه من ثلاثه من اعضاء هم قياديين يعني بالقياده القوميه اذا صح التعبير، حققوا وياي ويا سلام في بيتنا في الكرخ. ما هي المبررات يعني؟ فشرحت طبعا اكثر من ما تحدثت عنه الان تفاصيل يعني، وسلام ايضا تحدث وذهبوا. لكن فترة التجميد كان هناك بعض المسؤوليات اللي أبقيت، مثل كان بداية تكوين الاتحاد الاشتراكي. المحكمة اتخذت قرار لما اتخذت؟ مو جاية كان علي. خلال فترة التجميد من رادوا عناصر من حركة القوم العرب تدخل بالقيادة العليا مع الاتحاد الاشتراكي، القيادة رشحت سلام وعبد الله النصراوي وهاشم علي محسن وبالتحديد نقابات العمال. نعم سلام يعني ديمارس لكن مو عضو قيادة. أنا كلفت بالقضايا الثقافية يعني كتابة بعض المفاهيم الفكرية والسياسية ويعني أمور من هالنوع مثل التجميد يعني، بس يعني ما مسؤول عن تنظيم، وإنما ورقة وقلم وأكتب القضايا الثقافية اللي أريدها. فبعد حوالي شهرين صدر قرار من المحكمة إنه إحنا غير مذنبين إذا صح التعبير، برؤوكم. نعم وبالتالي يعودون يعني بعد ما عرفوا كل الظروف المحيطة جربق التجميد يعني شهرين ثلاثة اي بالحدود هذا. بالستينات أيضا الحركة شهدت انشقاق. شنو يعني حركة؟ كان أستاذ حامد الجبوري بيتهم يسموه سوق الشيوخ اللي على يمين الإمام أبو حنيفة، الأسواق هاي الموجودة كان يسكن هناك بيت نايف حواتمه، يشغل إحدى غرف بيت حامد الجبوري يعني يسكن عنده، أكله وشربه وبعده كله موجود هناك. فيظهر يعني شخصيتين أنا أعرفهم اثنيناتهم يعني متنافرين لو متحابين متنافرين يعني، وهذا مجبر بقرار من الحركة إنه يقعد أنا وأنت ودي ما عدنا فلوس بعدين قمنا نأجر أوكار ودين. ف نايف ايضا من النوع الحاد، فكان جاي باسل الكوبيسي على قصتنا مع عبد السلام عارف، فبالنقاش الطويل
والحاد سحب مسدس حامد وضرب طلقة باتجاه نايف، طلقة صارت بالحائل. فبدون حضوره محكمة الحركة قررت فصل حامد الجوري من الحركة لقيامه بإطلاق رصاصة على أحد أعضاء القيادة موجودة. فحامد استقبل طبعا قرار الفصل على طريقتنا العراقية بأنه يسوي حركة قومي عرب، مو يسوي تنظيم خاص، لا يسوي نسخة ثانية، أنه هو مسوي حركة القومي العرب، يسوي نسخة ثانية. نعم. فمن التحق به أخوه اسمه عداي كان موجود، وأشخاص آخرين يعني جوز ما يقبلون يجيب أسمائهم، بس من ضمنهم واحد قتلت الموساد اسمه دكتور عصام السرطاوي فلسطيني أيضا كان معه، وأشخاص آخرين عرفوا. النسخة الجديدة صارت لها قاعدة، ويوسف الخرسان توفى أيضا، صارت لها قاعدة؟ لا ما يقدرون يعني، أنا مسؤول الكرخ مثلا وعدنان الشطب وآخرين ماسكين العظمية، يعني ما عندها القدرة مثلنا على التحرك، وإحنا ماسكين زمام الأمور، يعني مجرد العناصر اللي ممكن تأيده حوالي 10 يعني جمدوا أو فصلوا من الحركة، ما كانت ناجحة يعني، خطوته انفعالية أكثر منها. لذلك يعني بعد فترة من الزمن، طبعا هو تعرف كان بعثي قبل ما يصير من حركة القومي العرب، من كان طالب بجامعة أمريكية كان بعثي، بعدين بحكم علاقاته ويا جورج حبش ووديع حداد والمجموعة انتمى لحركة القومي العرب، فانتمى لحزب البعث. وبعد 8 شباط صار وزير دولة شؤون الخارجية، بعد 8 شباط أعطي امتياز جريدة، فطلع جريدة اسمها العروة الوثقة، وإحنا طلعنا جريدة الوحدة الله يرحمه باسل الكوبيسي رئيس تحرير، وإحنا معاه. بعدين يعني صار وزير دولة شؤون الخارجية قبل أن يغادر حامد، وزير إعلام، وزير إعلام وزير دولة شؤون الخارجية، وزيرنا كان إيه. فانتمى الحزب البعث، و ما كانت موفقة العملية من قبله، وبحكم إمكانياتنا إنه إحنا ماسكين الخلايا والحلقات والتنظيمات. شنو يعني انطباعك وتقييمك للاتحاد الاشتراكي العربي اللي صار؟ طبعاً هو نسخة فاشلة من اتحاد اشتراكي فاشل في مصر، يعني اتخذت العديد من الخطوات لمحاكاة ما موجود في مصر. ليش عملت سراً؟ ضمنها التأميمات. إحنا اجتمعنا وما عندنا ثقة بعد السلام عارف، ولا عدنا ثقة بجدوى هذا الاتحاد الاشتراكي، وأنه مجرد تكرار أو تكرير للتجربة المصرية. لذلك اتخذنا إجراء احتياطي، أنه اللي ينتمون للاتحاد الاشتراكي كقيادة 3 اللي ذكرتهم سلام وعبد الله النصراوي وهاشم علي محسن، أما أنا دكتور غسان عطية وأشخاص آخرين موجودين، نذكر بأن الحركة قد حلت تنظيماتها، لكن حقيقة كل تنظيماتنا نفسها، يعني نفس كل واحد تحسب للحظة ما عدنا يعني أمان من عبد السلام عارف، ما عدنا. لذلك أبقينا على تنظيمنا، وبعدين كل الانشقاقات والعمليات اللي صارت بالاتحاد الاشتراكي احنا محافظين على تنظيمنا، لأنه ما حلينا، قوة قد حلت تنظيمها واعتقدت جدوى الاتحاد الاشتراكي. احنا كنا نعرف مثل التأميمات اللي صارت، يعني محاكاة لتأميمات مصر. لذلك هسه اذا تطلع على اسماء الشركات والاشخاص اللي على ذكر التأميم، هل كان التأميم مناسب ب 64؟ لا، قلت لك محاكاة، وحتى الاسماء. منو كان بطل؟ خير الدين حسين. خير الدين حسين، نعم، هو اللي اختار. خير اقتصادي طبعا، ودكتور محافظ البنك صار. نعم. وبعدين من سوى تأميمات صار رئيس المؤسسة الاقتصادية. يعني واحد يتخذ خطوة اقتصادية بهاي الخطورة محاكاة لتجربة أخرى؟ أي، ولا ما عندنا رأس المال يعني كان بالعراق ودوره يستحق بأن يؤمن. بالعكس في هاي المرحلة مثل ما ذكرت أنا عن الشيوعيين، مرحلة البرجوازية المتوسطة والصغرى، بالعكس أنت بهذه الفترة محتاج أن تنشط يعني شركات مال جيجاير والزيوت النباتية، ويعني مسميات من هالنوع اللي هي فاعلة وفائدة الناس. يعني من خلال تعاملكم مع عبد السلام اكتشفتوا انه هو ادعاءاته بالوحدة غير كاذبة؟
أو أنه غير متحمس أو يعني كان مجرد شعارات؟ أكيد يعني. شنو يعني حكى على عبد الناصر مثلا؟ إيه يعني مثلا حتى إذا مو بالاسم بس لما استقالوا سبع وزراء وراء حادثة صبحي عبد الحميد ومجموعته. نعم استقالوا سبع وزراء، عبد الكريم فرحان كان بطل عملية الاستقالات بسببه يعني هو حرضهم. فحكى لي احد الاخوان يعني وزراء الان موجود بالقاهره من مجموعه العربي الاشتراكي يعني بقايا حزب الاستقلال، يقول اجتماع مجلس الوزراء قال لنا اجت كفخه من القاهره وقالوا لهم سحبوا البساط من جو عبد السلام عارف. ويعني فعلا عبد الناصر ما كان له اي دور، ولا حتى هاي المؤامره اللي حكينا عليها المحاوله الانقلابيه مالتنا لم نتصل بأي مصري وما عندهم أي معلومات يعني عن هذا الموضوع، وأنا على ثقة من هذا الشيء. فهاي العمليات اللي الأخرى اللاحقة اللي موجودة ما موجود هذا الشبح يعني اللي اسمه عبد الناصر كل شيء يلصق له. فكان يحقد. ليش كان يتهرب من الوحدة؟ عبد السلام لأنه ينتهي دوره يعني إيش راح يصير؟ تلاشى أمام عبد السلام عبد الناصر. لا طبعا فرق كبير طبعا بين الشخصيتين. فرق جدا كبير، وبالتالي يظهر يحمل حقد يعني على دور عبد الناصر بالمنطقة العربية، والنفوذ اللي عنده بالعراق أيضا كان يعني ليس قليل. بالمناسبة هو زار عبد السلام زار القاهرة خمس مرات تقريبا. نعم. وكانت هناك محاولات أو إلحاح لأن يزور عبد الناصر العراق. شو السبب برأيك اللي ما خلى عبد الناصر يعني يزور العراق؟ يعني أحد الرواية اللي يرويها صبحي ناظم توفيق أنه عبد الناصر أرسل أحد عناصر المباحث والتقوا بمسؤولي الأجهزة الأمنية رشيد محسن وسعيد صليبي وآخرين حتى يطلعوا بنتيجة هل الوضع الأمني في العراق مهيئ لزيارة عبد الناصر. فطلعوا بنتيجة ومعهم هادي خماس، طلعوا بنتيجة أنه الوضع الأمني لا غير مهيئ لاستقبال شخصية بحجم عبد الناصر. نعم هو فعلا أرسل عبد الحكيم عامر مكانه، يعني كان مفروض أن يأتي عبد الناصر، لكن بعد هذه التحقيقات الخاصة وتعرف المصريين هل هي تخريجة أنه عبد الناصر ما يجي فطه غطاء؟ أنا أتوقع أنه ما كان راغب بزيارة العراق وخرجها بالطريقة؟ نعم يعني كان يعرف كل شيء. ليش ما راغب؟ يعرف عبد السلام عارف يعني ما أقول غيرة وإنما يعني ما يود العبد عامل باستعلاء يعني مثلا؟ ما يود عبد الناصر. لا ما بالعكس هو ناصر عبد الناصر عامل باستعلاء؟ لا ما عنده شيء استعلاء يعني، بس هو ما يود اي انسان ممكن يبرز يعني قطريا او قوميا. كان بالعراق يعني احنا كقوميين طبعا بعثين معروف موقفهم، ما حد ويا عبد السلام عارف، وبالتالي العمل ضمن تنظيمات مسميات كل اكثرها لها علاقه بالمصر وبعبد الناصر بالذات. يعني هاي ذاكره يمكن انا بكتابي سووا تنظيم جديد اسمه تنظيم الطليعة في مصر، تنظيم سري وفرع أيضا إلى بالعراق موجود. فوجود تنظيمات ناصرية صرفة بعضها يعني عبد الناصر يعرفها، وبالتالي هذه تنعكس عند عبد السلام عارف بشخصيته الحاقدة أصلا بنوع من الكره ومحاولة الابتعاد عن مصر وعن الجمهورية العربية المتحدة، علاوة على يعني التهديد الشخصي بأنه سيزاح أو سيركن يعني لأنه ما عنده ذيك القابلية لأن يحكم بوجود عبد الناصر موجود. يعني أول شخص الرافضين لعملية الوحدة هو اللي دعا على الوحدة في عام 58 وهو عبد السلام عارف، كان معادي جدا إلى الوحدة وكان يحقد على عبد الناصر بشكل حقيقي وانا متاكد من هذا الشيء. اذا عدنا للوراء يعني عبد الكريم قاسم كان محق في انه دعاوى عبد السلام غير دقيقه او شعارات، ربما لم يدرك ذلك في ذلك الوقت. لا. لكن لاحقا ثبت لم يكن هناك اي تعاطف مع عبد السلام عارف يعني او لا عنده تنظيمات، كان هناك نوع من الاعجاب بشجاعته وبجرؤته وحتى المهداوي. شنو العلاقة بين حركة القوميين وبين عبد الناصر؟ فقط علاقة مرجعية فكرية لو كان
باتصال، أو القيادة كانت بالحقيقة باتصال مباشر معه، وكان عدة مرات يعني قد يكون بالسنة يلتقي بهاني الهندي، وخصوصا هاني الهندي وجورج حبش ومحسن إبراهيم، تصير الكثير من المداولات. بعد الانفصال جريدة الحركة اللي هي الحرية تصدر في بيروت بدأت تنتقد الأوضاع بالجمهورية المتحدة، وتشخص أن الانقلاب والانفصال هو نتيجة فقدان الديمقراطية وعدم وجود يعني قيادة جماعية بالمجتمع وشيء. فعبد الناصر بدأ يلتقي أنه من تحتون أعطوا الحل. فضمن الحلول اللي طرحت أول مرة يعني برنامجك حكيها، من ضمن الحلول اللي طرحت هو تشكيل تنظيم سري في مصر خارج الاتحاد الاشتراكي. انتوا اقترحتوا؟ نعم، القيادة اللي قيادة الحركة؟ نعم. بعد عدة مناقشات وجلسات بهذا الموضوع أعطى الإذن، لكن أن لا يكون هناك مصري في هذا التنظيم، وإنما يقتصر على ما موجود من آلاف الطلبة والعمال في العرب اللي موجودين. وفعلا تشكلت القيادة من مجموعة، زين أي تنظيم سري هو؟ مجموعة عربية، لا هو بعلمه يعني مو سري، ها ما يسمو سر، مو رئيس الدولة يدري بي. نعم رئيس الدولة أكيد يقول للمباحث، ما كان ما قايل لهم. المهم يعني مو هاي اكتشفناها بعدين يعني. متفقين وياهم يقولهم؟ إيه يعني لأنه تنظيم سري فعلا سري موجود. فاختيرت القيادة، أتذكر واحد عدنان فرج صيدلي في الأردن، وشخص آخر الحسيني أخو فيصل الحسيني أو شيء من غازي غازي الحسيني، يعني مجموعة. وين انتهى التنظيم بعدين؟ أول أجيك له، صار تنظيم بالجامعات، أكثر شيء بالجامعات، شباب يعني كان أكثرهم طلاب جامعات، فسووا تنظيم سري يجتمعون. الهدف؟ الهدف إنه إعطاء عبد الناصر تجربة التنظيم، إنه هنا التنظيم ما يكون مثل الاتحاد الاشتراكي، يعني عبارة عن صورة يعني التنظيم، إنه شلون ممكن إقامة تنظيم بس التزم بالشرط أمامه بأنه ما ينضم إلى مصري لا عربي. المباحث زكريا محدين يعني قادرين يوصلون لأي شيء، اخترقوا. إذا مو عبد الناصر قالهم ما أتصور. فألقي القبض على أعتقد لحد الآن يكتب اسمه حسنين كروم، معروف نعم صحفي، كان منتمي لهذا التنظيم، فهذا مصري. هو ممنوع؟ ممنوع. فتساءت العلاقة يعني في وقتها، وطردوا دول أكثرهم يعني، توقفوا توقيف بسيط وطردوا من مصر وعادوا إدراجهم. هاي المحاولة الوحيدة اللي صارت يعني. خلي بعد يعني الجزء الأخير نحكي عن قضية الإذاعة واستقالة عبد الكريم فرحان، وكانت الإذاعة هي المحور. نعم. وقفة أخيرة ونتواصل مع ضيفنا الأستاذ أمير الحلو في الحلقة الثانية من حواراتنا معه. حياكم الله. قصة استقالة عبد الكريم فرحان وجماعته كانت بسبب إذاعة، خطاب لعبد السلام عارف. أنت كنت مدير الإذاعة. نعم. وكان عبد اللطيف الكمالي مدير هو المدير العام. عمر البجالي روى أنه عبد السلام عارف من إجا للتلفزيون. ما إجا. لا إجا، يقول إجا للتلفزيون من زعج. لا حسب رواية عمر البجالي. يعني بطل بين تعبيرين بطل القضية. إيه؟ يعني إيه؟ شنو اللي صار؟ اللي صار أستاذ عبد اللطيف الكمالي ما يسهر يعني ساعة 8 كذا يرجع، وأماكنه أعرفه يقول لي يعني وين، فيخليني بمكانه أمسك زمام أمور إذاعة والتلفزيون أنا مسؤول عنها. فأنا جالس في غرفتي، دخل الله يرحمه عبد الله مجيد المرافق مال عبد السلام، مدير مكتبه والمرافق، مرافق ماله اللي توفى وياه بالطيارة. فالرجل مؤدب جدا، سلم وكذا وقعد، قال لي عندي قضية السيد الرئيس يسلم عليكم. الله يسلمه. قال البارحة كنا في الموصل زرنا الفرقة الرابعة، فتشي القطان عبد الكريم القطان شي قائد الفرقة. قلت له إيه شفته أنا.
فقال السيد الرئيس يسلم عليكم، كنا بالطريق طريق العودة، ما شافه، ما شاف الخبر. طبعا في ذلك الوقت ما موجود فيديو بالإذاعة والتلفزيون، تستخدم الكاميرا الصغيرة، فكل الشريط كصورة وصوت تعليق أقل من دقيقة. قلت له والله يا رائد عبد الله هذا الموضوع مو من صلاحيتي، صلاحية المدير العام، فإذا تسمح لي أخابره. هو الهدف المطلوب يعاد، أن يعاد لأنه الرئيس ما شايف. كم طول الفيلم؟ أقل من دقيقة، ما كان عندنا فيديو، تستعمل كاميرا صغيرة، هاي المحمولة ما كل صغيرة، فطلع دقيقة أو شيء. فشلت التليفون، كان قايل لي الأستاذ عبد اللطيف أنه هو بيت فيصل حسون، وأرقام موجودة، خابرته، أعطوني أبو وفاء، أجا أبو وفاء السيد الرئيس يسلم عليك وعلينا كل إحنا، ويريد نعيد للفيلم اللي البارحة طلع مال الفرقة الرابعة. قال لي قل للرائد عبد الله والتلفزيون مال أبو عبد السلام. قلت له أبو وفاء بيها مجال، يعني ما أقدر صوت. قال لي التياو مالتك. قلت له يعني موقف ممكن حل الأمور يعني بشكل. قال لي إيه أكو حل. قلت له شنو؟ قال تطول فيلم ياخذ عبد الله يروح يشوف نفسه عبد السلام، هو نفسه عندهم بالقصر اكو سينما، يشوف نفسه ويرجع لنا، لان هاي اموال الدوله ما يصير ياخذها. بس ما تعتقل بيه هو يكرهك جدا يعني. طبعا كان عضو اللجنه العليا مال الاتحاد الاشتراكي عبد اللطيف الكمالي، اسمه مستقل يعني مقاوم مستقل موجود. فطبعا ما قلت هذا الكلام لعبد الله، رايت عبد الله شكرا، سديت التليفون. قلت له السيد المدير العام يقول احنا ما عدنا هاي عادة ما لنعيد فيلم طالع قبل بيوم. الرجل طبعا انزعج، شال الدفترة ما اعرف شنو، فيما الله فيما الله طلع، فراح قال لعبد السلام. عبد اللطيف الكمالي ما ترك الموضوع، روح على عبد الكريم فرحان اللي هو وزير ارشاد يسموه مرة، قال له هالشكل، وعبد السلام يريد نعيد الفيلم ماله، يعني حرض عبد الكريم فرحان على موقف عدائي. فمن الصبح دخلنا الاذاعه والتلفزيون، يمكن منشور في احد الكتب، امر من وزير الارشاد الى كافه العاملين بالاذاعه والتلفزيون يمنع تلقي الاوامر من القصر الجمهوري ومن اي جهه اخرى الا عن طريق وزير الارشاد. وزعوه على كل العاملين. بس هاي منتهى الديمقراطيه، منتهى الديمقراطيه حقيقه. يستأذن من وزير الإرشاد إذا يريد أي شخص، الوزير هو اللي يبلغ، ما يصير رئيس الجمهورية. طبعا نسخة منه إلى السيد رئيس الجمهورية، إلى رئيس الوزراء، ما احتفظت فيه يعني موجود، بس أحد الأشخاص اللي صدروا مذكراتهم كان ناشر النص ماله، ما أعرف منه. مهم، طاهر يحيى رئيس الوزراء موجود، دز على عبد الكريم فرحان ليعاتبه ابو احمد رئيس جمهوريه وكذا، يعني من يطلب شيء بالطريقه دي يتكلم، يعني دق التليفون، دق التليفون، شال التليفون الخاص طارح. ابو احمد يصيح رئيس الجمهوريه صوته عالي يطلع منه. هذا الكذا، هذا ما اعرف شنو، يسب عبد الكريم فرحان. عبد الكريم فرحان، عبد الكريم فرحان لا يقل بين قوسين عن عبد السلام بهذه المواقف. قام بالطارح يعطيني التليفون، هذا الابن الكذا على يده يحكي ما اعرف شو. المهم يعني كان حمامه سلام طارح اغلق التليفون وحاول انه يعني يهدئ من عبد الكريم فرحان، بس عبد الكريم فرحان رجع الى مجموعته واتفقوا على استقاله 6 وزراء او 7 استقالوا، من ضمنهم احمد الحبوبي. هاي اللي قلت لك حكى على عبد الناصر، قال اجتهم كفخه منك من القاهره يعني، هو قال لهم صبحي استقل. واحمد اي وكريم فرحان والمجموعه هذه قدمت استقالتها لرئيس الوزراء، ومحاولات كانت للصلح او الغاء هذا الموضوع، ما وافقوا واصروا على الاستقاله
وقبلت الاستقالة واستبدلوا بعناصر أخرى. فكان موقف عبد اللطيف الكمالي يعني أستطيع القول أنه متزمت أكثر من اللازم، أنه ما رئيس جمهورية يعني نص دقيقة لا يملك. عبد اللطيف الكمالي بقى لهم طلع؟ لا طلع. منو صار؟ طلعوه، صار مدحت الجادر اللي هو قريبة لعبد السلام أعرف، هم مدير عام وكالة الأنباء العراقية ومدير عام إذاعة وتلفزيون بالوكالة. بعدين جابوا دكتور نزار الطبقشلي تثبيت. ليش؟ لأنه وزير الإرشاد صار مالك دوهان الحسن اللي هو قومي عربي من جامعة العربي الاشتراكي سابقا، فجاب نزار الطبقشلي اللي أيضا محسوب على التيار القومي صار مدير عام. فأول أمر صدروا أنه أنا أصير مدير إذاعة. يعني قصة سقوط الطائرة يعني ما اعرف اذا انت عندك شك بانها مدبره؟ لا مو مدبره، لا لا تلقائيه. لا لا، ومجيء عبد الرحمن لان الطيار كان بعثي اخو قيس النوري اي يقتل نفسه يعني. ومجيء عبد الرحمن، من هو بطل تثبيت عبد الرحمن رئيس جمهوريه؟ سعيد الصليبي. سعيد الصليبي نعم، كان اجتماع صحيح طلع مسدسه نعم حسب الروايه دستور او شيء من النوع، انه في حاله شهور منصب رئيس الجمهوريه يجتمع الوزراء مجلس الوزراء مع قاده عسكريين محددين يعني ضمنهم سعيد الصليبي وعبد الرزاق النايف وابراهيم الداود والمجموعه هذه، تجتمع وبالتصويت من يرشح يصير تصويت عليه. فالبزاز رشح نفسه. لو قدر للبزاز ان يجي نعم يصير انقلاب عسكري عليه، ما يخلوا ما يتحمل العسكريين ما يتحملوا. ف تعادلوا بعدد الاصوات وعيد طلع عبد الرحمن البزاز صوت واحد اكثر، فسعيد الصليبي طلع المسدس حطه قال لو عبد الرحمن اعرف لو ماكو رئيس خش ديمقراطيه. فعادوا التصويت كلهم صوتوا لعبد الرحمن ما دام يشك، حتى عبد الرحمن البزاز هم صوت له يبيها مسدسات. فالرجل كان موسكو ما يعرف الموضوع يعني ما تدخل، جاء من موسكو رئيس جمهورية موجود. فعلا أمين الهويدي كان بالمطار استقبال عبد الرحمن عارف؟ ما عندي معلومات يعني أن يكون أمين الهويدي هو الذي روى لي ذلك. يقول قلنا له أهلا سيادة الرئيس، يقول كان يمكن قلنا له سيادة الرئيس كيف كف دموعه. قد تكون بس سألت قيس قال لي مو صحيح. لا أنا ما سامع بيها، مع أنه فهمي أمين هويدي من الناس اللي يعني أي أنا سياسي عقلاني فهم ويعرف كل شيء في العراق، بعدين صار مدير مخابرات. البعثيين ثورة يعني مجيء البعثيين بال 17 تموز نعم. يعني هل صحيح أن عبد الرزاق النايف وإبراهيم الداود فاتحوكم؟ فاتحوا كل الجهات. تحدثنا في بداية الحلقة بأنه البعض يبحث عن قاعدة شعبية، يعني صور إذا شلون عبد الكريم قاسم، أنا باعتقادي أنه نعتبر الشيوعيين والوطن الديمقراطي قاعدة شعبية وهو الزعيم الأوحد، يعني المعادلة جيدة موجودة. فنفس الحالة تمت بزمان عبد السلام. مش كان سؤالك حول يعني ابراهيم الداود وعبد الرزاق نعم. النايف اللي هم كانوا مفاتيح التغيير نعم. مفاتيح الانقلاب. عملية الطموح موجودة، مع انه عبد الرحمن عارف من النوع اللي ممكن تعاديه او شيء يعني اكثر من سواه اكثر من اخوه، ومؤامرهم صارت عليه واطلق سراحه يعني ما اكو شيء موجود. فاتحوا كل الجهات الموجودة بالعراق، ابراهيم الداود وعبد الرزاق النايف ومن ضمنهم حركة القومي العربي، انه تعاونوا ويانا نقوم بانقلاب على عبد الرحمن عارف وانتم فتح. منو من الحركه فوتح؟ اعتقد سلام. سلام احمد؟ نعم عنده معلومات. شنو ليش انتم معتقدين؟ مشبوهين يعني عندنا معلومات بانه عندهم ارتباطات خارجيه، خصوصا عبد الرزاق النايف يعني عنده ارتباطات بالمخابرات سواء الامريكيه او البريطانيه. زين ليش البعثيين وافقوا وضعوا تكتيك للتخلص منه؟ صحيح هاي طريقة البعثيين يعني أنت تعتقد صحيحة أو مو صحيحة؟ طريقة البعثيين صحيحة؟ البعثيين
لا يوجد أي طريق بوجود هاي العناصر في قيادات الجيش إلا إعادة الأمور إلى نصابها مع 63 إذا صح التعبير واستلام حكم. فمجيء آمر الحرس الجمهوري ومدير الاستخبارات لهم يطلب من عندهم أن هم يسووا الانقلاب مجرد مشاركة يعني رمزية، كل شيء ما سووا اللي دخلوا يعني كان منتهي كل شيء. سعدون غيدان فتح أبواب القصر بإيده. تقول البعثيين كانوا يعني ما لهم دور 17 تموز؟ نعم لا. يعني الفاعلين عبد الرزاق النايف، سعدون غيدان، إبراهيم داوود. لا هؤلاء اللي لأنه هو شو يملك اللي هم خلوا الطريق سالك، فتحوا الطريق، هم فتحوا الطريق اللي دخلوا سمو زين بكر دخل سوار. صدام دخل اي هو قال دخل اي صحيح دخل دخلوا خفاني لو لا لا الباب مفتوحة يعني القصر ما كان زين هم ليش فتحوا البعثين؟ هم يقدرون يسوون مو فتحونا ما قبلنا، فتحوا جهات أخرى ما خلوا حتى قوى رجعية وشخصيات الكل ما قبلوا يتعاونون وياهم. فمن اجوا يظهر القيادة القطرية ما طبعا ما أعرف البعثين يرون غير شيء، صار نوع من الكلام يقال بأنه صدام حسين تعهد بفترة زمنية قصيرة بالموافقة على ذولا وأنه هو مسؤول عن هذا الملف هو يتخلص منهم. أي زين رواية البعثية غير شكل، رواية البعثية يقولون إحنا كنا نخطط للثورة وسربت معلومات الثورة لذولا فإحنا كنا أصبحنا مضطرين أن ندخلهم حتى لا تنفرج. والله أنا اللي قريته أنه كان هناك لقاءات مسبقة يعني في بيت البكر بهاي المنطقة علي الصالح؟ نعم علي الصالح كان يلتقي به عبد الرزاق النايف و إبراهيم الداود وحدثوا بهذا الموضوع. وطبعا الرجل يعني عاد للقيادة والقيادة اخذت قرار بالموافقة لأنه هاي فرصة بالنسبة لهم يعني مثلك كانت الطرق مغلقة أمامهم. فهذا الوسيلة اللي تعهد بها صدام حسين بأنه هو يمسك هذا الملف وينهي بأقرب فرصة ممكنة. حتى بعضهم تصور أنه كان صلاح عمر علي وغيره عارضوا بهذا الموضوع، عارضوا دخول عرضوا المشاركة ويا هذولا، وخصوصا بعد التقسيم الوزاري يعني بزاق النايف رئيس وزراء وهذا وزير دفاع يعني ما عندهم هاي الإمكانيات اللي تجعلهم يمسكون مثل هاي المناصب الكبيرة. مع يعني ذلك أنت الآن قيادي بالحركة وأنتم ضيعتوا الفرصة، تعتقد تصرفكم صح؟ نعم لأنه هذولا يعني إحنا غير قادرين على الانقلاب عليهم ولا مفكرين. وبعدين مجرد انك يعني من ينذاع بيان رقم واحد وبيع عبد الرزاق النايف خصوصا عبد الرزاق النايف يعني 100 علامة استفهام وراء هذا الانقلاب ومن وراءه يعني من القوى الخارجية لأن الرجل معروف بارتباطات الخارجية. المشبوهية بقت تلاحق الانقلابيين اللي راحت مع إزاحة عبد الرحمن وعبد الرزاق النايف ده انفرد حزب البعث استلم السلطة راحت المشبوهيه. نعم المشبوهيه راحت اي اطلق يعني المشبوهيه ما اللي حاطت بالانقلاب نعم ازيحت مع او تبددت مع ازاحه هؤلاء. نعم وهي هاي الخطه اللي البعثيين وافقوا بها على المشاركه معهم من اجل فتح صفحه جديده الحزب يستلم الحكم وتعهد بها صدام ونفذت بهاي الطريقه فعلا يعني. وبدت انه بعلاقه جديده بينكم وبين البعثيين، هاي قصه طويله وانت كنت فيها بعدين يعني مسار طويل، هذا يتحمل حلقتين اخرى سنفرد لها زمن. حاضر حاضر نتواصل بها ونتحدث عن محطات مهمه في هذه الحقبه. شكرا. من 68 الى 2003 وما بعد 2003. شكرا شكرا لك استاذ، اهنيك على ذاكرتك وعلى معلوماتك يعني نتواصل. ما اعتقد اوف الشيء اللي ما عندك انت. لا لا نتواصل، انا يعني من خلال قراءاتي لادبيات القوميين ومن ضمنهم كتابك وكتب اخرى يعني صارت هاي المعلومات. بس احنا نريد نتواصل بالمحطات الاهم 68 الى هاي الفتره كل الساخنه. حاضر وعفوا يعني اشوفك تحكي بموضوعيه. نعم ايضا انا بطريقتي راح اتعامل معك بموضوعيه وبدون انحياز يعني لجهة ضد جهة أخرى أو ضد شخص مع شخص آخر. شكرا مشاهدينا الكرام، شكرا لإصغائكم، نتواصل معكم ومع ضيفنا الأستاذ أمير الحلو في حلقات أخرى ونتوقف معه عند محطات أخرى بتاريخ العراق السياسي. السلام عليكم ورحمة الله.